الخير. مساء الخير، اهلا بيك. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. بقدم تعزيه طبعا للزميل والصديق الاستاذ معتز وماما كريمه. الحقيقه يعني سيده فاضله وفنانه كبيره وانسانه عظيمه، والواحد فعلا افتقد اسم احد رموز الكبار للامومه في السينما المصريه وفي الفن المصري الحقيقه. صحيح. والحقيقه النهارده يمكن المداخله مش يعني عشان موضوع تاني، لكن ما كانش ممكن ان انا يعني اكون موجود على شاشه المحور. لا طبعا أقدم طبعا طبعا يا فندم، طبعا المصريين كلهم. الحقيقه في موقف حصل واكثر من موقف قبل كده، قد الجهد اللي بيتعمل من الداخليه ومن افراد رجال الشرطه وافرادها، الحقيقه كلنا لمسين وكلنا لمسين التضحيات وكلنا شايفين طبعا مروا قد ايه بالسنوات، ولكن في البعض وخصوصا من امناء الشرطه هم الحقيقه كل الجهد اللي بيتعمل من الشرطه لتحسين الصوره الذهنيه عند المواطن، بيجي مجموعه قليله من امناء الشرطه او كثيره من امناء الشرطه للاسف اقول كده، هم بيسيئوا للاسف لهذا الجهاز العظيم اللي احنا يعني الحقيقه ايه اللي حصل معاك يا استاذ امل؟ ايه اللي حصل معاك؟ شوف هقول لحضرتك، انا كنت جايه من اتجاه رمسيس طالعه على كوبري 6 اكتوبر، فلقيت تكدس كده كتير قوي، هم قافل الطريق في واحد امين شرطه ومعاه تقريبا عسكري وقافلين فالناس بقى لهم ربع ساعه وكله بدا يسال انتوا موقفيننا ليه؟ الطريق التاني ماشي سريع جدا، والاغرب ان هو كان عمال يعدي موتوسيكلات، اذا لو في موتوسيكلات بتعدي يبقى اذا ما فيش حاجه امنيه، يعني كمين وتفتيش ولا موقفين الناس وخلاص؟ لا لا لا، من فوق الكوبري المفروض ان انت جاي تخش بقى على الطريق عشان تنزل في النهايه على المهندسين والدكتور تمام اخر الكوبري، تمام، يا اما تنزل على محطه مصر. انا ايه اللي نزلني على محطه مصر وعلى المنطقه بتاعت ميدان رمسيس؟ انا طالعه في الاتجاه الثاني، عربيات كتير جدا نفس الكلام واقفين بيدوا له كلاكسات، تمام انت موقفنا ليه؟ عليا الطلاق ما انتوا ماشيين، هو كده. فقلت له احنا من حقنا نعرف، انت شكلك واسطه. قلت له انت مالكش دعوه، انا مواطن ومواطن من حقي اعرف انت مواطن. يعني 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 حضراتكم حبيتوا تسالوا عن السبب، يعني حاولتوا تعرفوا سبب الوقف ايه، ف وخصوصا فوجئتوا بالكلمه اللي حضرتك قلتيها والحلفان اللي اتحلف ده. حضرتك اما انا لو في حاجه امنيه يبقى من باب اولى الموتوسيكل اخطر من اي عربيه، مظبوط ولا لا؟ كل الحوادث بتحصل من الموتوسيكلات، يبقى اذا انت بتعدي موتوسيكلات يبقى ما فيش حاجه امنيه ان احنا مثلا في ضيف، في حد معدي، انت مثلا بتوقفنا. وحتى لو ممكن تيجي بالراحه وتقول للمواطن والله في مثلا ضيف في مصر بيعدي، امنيا انا قافل لمده 10 دقائق لمده ربع ساعه بل الضيف ما يعدي، هقول لك من عينيا واقف. هتقول لي في مثلا لا ده في ازمه كذا فانا موقفكم، لا ما فيش ازمه لان العربيات ماشيه جنبنا صاروخ من على الكوبري. طب افهمنا في ايه؟ يقول لك هو كده هتقفوا كده. هل هو استاذه امال اصلا فاهم في ايه؟ هل هو عارف في ايه؟ هل حد قايل له في ايه ولا حد موقفه قايل له امنع وخلاص؟ يبقى لازم يقول، يبقوا في الجهاز والله يبقى عارف امتى. اكيد اكيد مش معقول حد هيبلغ يقول له وقف من غير ما يقول له وقف مده زمنيه على الاقل. لا يمكن، هيقول له وقف دلوقتي مثلا عشان كوبري المنزل زحمه، وقف دلوقتي عشان في حد معدي مسؤول. لا يمكن حد بيقول حضرتك فوجئتي كمان برد الفعل، مش التوقف وخلاص او التعنت وخلاص، يعني أنا التمادي في الخطا. حضرتك قد مامتي. قلت له طب ما انا عشان قد مامتك عايز اعرف بقى انت موقف الناس دي كلها ليه وموقفنا ليه؟ ابتدت الناس اللي جنبي تتكلم وقالوا لي صوريه يا استاذه. فجيت اصوره فعلا، راح هو ماسك الموبايل بتاعه وقف يصور ويصور ويقول لي اياك بقى تتحركي من هنا، وبدا كمان يعمل ايه؟ ايه الحديد اللي حاطينه عشان كمان لما العربيات ماشيه انا ما اعرفش اعدي. يعني تعامل بقى مع الامر بشكل شخصي بقى، يعني بقت في مشكله مباشره مع حضرتك. بالظبط كده. وبعدين مش معايا لوحدي ومع الكل، قبلها قدامي عربيه قل ادبه عليها جامد جدا لدرجه ان انا قلت في خناقه، فده السبب اللي ده امين شرطه. ده امين شرطة. مين كان معاه؟ يعني هل كان في ضابط موجود معاه؟ هو كانوا قوه كامله موجوده؟ لا لا لا، ضابط ومعاه فرد امن كده ولابس تقريبا اللون اللي بيلبسوه ده بتاع المرور، يعني امين شرطه ومعاه فرد امن. بالظبط كده، ما كانش في ضباط واقفين. والحديد ده لا ما فيش حتى كمان كمين، ما هو ده مش كمين، ده تمام. هو واقف سادد الناس تعدي على الكوبري ده. تمام تمام. هي مش اول مره، ما هو للاسف هي دي مش حاله فرديه،
احنا بقالنا فترة بنقول يا جماعة أمناء الشرطة عن في للأسف هم دي بقعة سودة في ثوب الداخلية، وقلنا الكلام ده كتير جدا، والحقيقة كنا سعداء جدا بأن معهد أمناء الشرطة ده اتلغى. خدتي يا أستاذة أمال أي إجراء قانوني؟ يعني رحتي أقرب قسم شرطة وقدمتي بلاغ في هذا الأمين؟ عملتي أي إجراء؟ هقول لحضرتك أنا كان يهمني حاجة واحدة بس، أنا اللي يهمني ان انا اوصل ايصال الرساله الداخليه واقولهم ان انتوا بتعملوا مجهود كبير جدا عشان نحسن الصوره الذهنيه ونحسن العلاقه ما بين الداخليه وبين المواطن اللي اتدمرت تماما في 25 يناير. واحنا فعلا انا واحده من الناس كنت بدافع، لان انا ليا اصدقاء كتير جدا في وزاره الداخليه، اشخاص ورجال من افضل ما يمكن الانسان يشوف في حياته. تمام. على درجة كبيرة من الاحترام ومن التهذيب ومن الرقي، ولكن للأسف الشديد كل اللي بيعملوه من المجهودات دي كلها بيجي أمين شرطة هو كده وطبعا بيحصل تمام. منهم وصلت طبعا يا أستاذة أمال، ويعني وما تذكريه أعتقد أنه هو يعني يعلموا كثيرين من الشعب المصري. عايز اقول لحضرتك ان وزاره الداخليه الان يعني حصل تواصل مع فريق الاعداد وكلموهم، وهيحصل تواصل مع حضرتك بعد يعني انتهاء المكالمه مباشره. يعني قدمتي او ارسلتي الرساله على الهواء مباشره، يعني الاجراء الحقيقي واللي اعتقد ان هو هيكون ايجابي جدا في ان حضرتك هتعطي كل البيانات الخاصه بالواقعه هيكلم حضرتك من وزارة الداخلية بعد انتهاء المكالمة. احنا بنحيي حضرتك طبعا الأستاذة أمال عثمان، شكرا جزيلا ليك الكاتبة الصحفية. ومش محتاجين نكرر الكلام المكرر، مش محتاجين نعيد الكلام المعاد، يعني مجهودات عظيمة بتحصل طول الوقت، تضحيات عظيمة بتحصل طول الوقت، تصل إلى درجة التضحية بالأرواح، التضحية بالدماء. أغلى حاجة عند الإنسان حياته، ضباط شرطة وأفراد شرطة وأمناء شرطة بيضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب. أنا شخصيا أعتقد أن اللي بيضحي بروحه من أجل هذا الشعب لا يقبل أن في زميل لي أيا كان مكانه وأيا كان الزمان اللي بيعمل فيه كده يهين هذا الشعب. ممثل بقى في الأستاذة أمال عثمان، ممثل في الرجل بتاع الكشري، ممثل في العامل، في سواق تاكسي، أيا كان اللي بيضحوا بأرواحهم دول ما بيضحوش بيها عشان حد من زملائهم يهين هذا الشعب، ممثل في أي شخص فيه. أنا أعتقد أن هيكون في إجراء سريع تجاه من قام بهذا العمل، وبنعول على أن أي معلومة أو أي وقعة بتوصل لوزارة الداخلية بتتخذ فيها إجراء سريع.